الآن نتجه بكم إلى الموصل، حيث تنوعت عمليات التضييق والانتهاكات في المدينة. الابتزاز المالي على أصوله يقوم به أشخاص ينتمون للحشد الشعبي، استهدفت تجار وميسوري الحال، وهذه تسجيلات نشرتها إحدى المحطات التلفزيونية لتاجر مع وسيط أرسلته ميليشيا الحشد بهدف الابتزاز المالي. إذا حصلت منه نتيجة على أيام خابرني، وإذا ما حصلت منه نتيجة يا رب إيش بدي يعني؟ والله ما بي ما بي شيء والله. إيه جسر إيش بيدي أبو حافظ، ما تقول إيش بيدي علي؟ ما بيدك شيء والله، ما بيدك شيء. إيه أخوي أنا مدني وهو رجال رئيس حشيد وواصل بالحكومة واستغل هاي الفرصة. قلت لهم يا زلمة يا ناس ترى هذا زلمة والله ظالمين، هذا زلمة كان أبو حافظ أنت كل عقلك أنت جاء أقول له، قلت لهم قلت لهم زلمة مريض، زلمة ما عنده شيء، حديد ورايح بيته نص واجع يعني. من تلح عليهم يا ابو حافظ تلح بالحق لو بالبطل، والله اعتداء هذا. هسه عم مالك على قطاف الحواس، حواس ايه حواس البارح يقول لي يا ابو حافظ اترك الموضوع، بعد ما احنا مو مجايدات، بعد لو يجيب 10 دفاتر معك بل زين والله. ايه يعني انت شو بامل ابو بامل اخوي ما اخو امل، يريدون مبلغ كثير عليك، كل مبلغ يكلفك، وانت يريدون خمسة؟ والله خمسة وستة يجوز يقبلون او ما يقبلون. انت نهب النفر، انت بايع، عندك ما ادري كم طريلة، عندك ما ادري شنو، انا ما اعرف عندك كنت تزود نفط، كنت ما ادري شو تسوي. واحنا يروح لها ويروح لها، لازم نمطي ونمطي ونشيل اسمه من فلان ونشيل اسمه من فلان، وطويلة وعريضة. هم يطول العالم هم يعني. يعني تنسخوا لك اياها، هي هاي الشغله. هي اخوي والله الوعي عندي وانطيهم، بس والله ما عندي.